السلام عليكم الدراري والدريات، معكم المرتب في كل حلقة من حلقات الراب بلان كلاس تراك بالبلد بالشاشة لكم مع الانترو. انا مريض شويه ومملوش كنهضر بزاف المواضيع بحال هكا سوا انستغرام، ولكن فقت اليوم الصباح كاين واحد كود قال البارح بالليل كنكتب ستوري عاود مسحتها فهمتيني، مي غادي نهضر في هذا الموضوع. عندي واحد كود قال فهمتيني هاد الصحفي هذا ما قلبتش عليه مزيان، ما عرفتش شكون هاد خونا هذا، شنو سميتو ما عرفتوش اخويا هاد خونا، مي هاد الصحفي هذا اللي داير راسو. ديجا بغيت نقول لكم واحد القضيه، تقدر تكون الكونكورونس اللي بغات تكون بيناتنا حنا الروابا فهمتيني، داكشي كيبقى بيناتنا اي كونكورونس زوينه اللي كتخلي كل واحد يخدم وكل واحد غادي بخير. صافي با دير كو ملي يوقع شي واحد شي مشكل ولا طاح في شي مارد ما غنوقفوش معاه هنايا، غادي نوقفو معاه. دونك انا بغيت نهضر اليوم على طوطو والمشكل اللي عنده مع داك مع شكون داك خونا داك الصحفي اونتر بارونتيز، انا ما سمعتش بيه اصلا كيفاش ما فهمتش علاش هاد لاشارنومون فهمتيني، واش ما كاينش مشاكل اخرين في البلاد اللي اهم؟ واش ما حسيتوش باللي هاد الدري هذا اللي عنده 25 عام هاد رابور هذا ما كثرتوش عليه شويه هاد اليامات؟ كثرتو عليه شويه فهمتي، راه كيبقى بنادم فهمتي، راه كيبقى انسان. نتوما تشوفوا واحد تيغني تشوفوا بنادم تصاور تشوفوا تيسحب لك، راه ماشي بنادم، راه بنادم راه مفرغ، بنادم راه عنده بنادم راه ما عايش مرتاح ما كاينش مزيان، بنادم راه يتيم ما عندوش امو. انت اللي كنتي كتشوف امك كتخوي عليها قلبك. اليوم طوطو في الحراسه النظريه، ما عرفتش شنو هما الديتيلز علاش داروا في الحراسه النظريه، مي كانت عندي غير واحد القضيه نقول لكم، ملي تدوا الحراسه النظريه ديروا على دوك الناس اللي دايرين عليهم الماليه تقاري ديال الاختلاس، حتى واحد ما دعوا معاهم، حتى واحد ما تحاسب معاهم. الناس اللي كيتصرفوا في 20 مليون ديال الدولار كل عام بدون حساب وكيديروا بيت ما خدامين غير هكاك عشوائي، الناس اللي عشان نقول لكم فهمتيني، راه حنا في واحد الوقت اللي كاينين مشاكل مكبر، العالم كامل عايش مشاكل كبيره ديال الحرب وديال الحياه اللي غاليه وديال يلا نتوما عند بالكم باش تربيو جيل اللي باش تربيو ديروا ليه فين يقرا فهمتيني، ديروا ليه مدارس فين يقراو الشعب، ماشي اللي باقي يقري ولادو خصو يخلص عليهم الزباب الفلوس. كاينين مشاكل ما اكبر اللي ندوي عليهم ونوضوا عليهم الدجا فهمتيني، يكونوا حقانيين يكونوا حقانيين. انا بغينا نزيدو بالبلاد القدام، بغينا نزيدو بالمغرب القدام، خلي الشباب يدير خدمته ويعبر على راسو، راه كاينين ناس بحالنا نقولوا راه في العالم كامل فهمي. سو بركه من داك الحق ديال الاجيال فهمتيني، انا راه ماشي قدكم في السن وما عندناش نفس التفكير وما عندناش نفس الايديولوجي ونفس الفلسفه، سو كل واحد احترم نفسه ويبقى في بلاصته اصلا. غادي نقولها الا كان هو غادي تشد، انتم غادي تقولوا الراب كيحرض على 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 المخدرات وعلى وعلى هادي وعلى هادي، شنو نقدروا نقولوا حنا على الافلام وشنو دابا خصنا نجيبوا حنايا المخرج ديال كازا دي بابيل هو اللي نحاسبوا على حاجه دار كيحرض الناس على البراكاج؟ اجيو دوك اللي كيديروا الموسيقى الراقيه علاش كانوا كيغنيو على السكس؟ كتغنيو على السكس يعني، وانتم فوقيتكم ما كانت لا انترنت لا والو، وكنتو كتفيضوا بالاحساس كنتو كديروا. لا هادشي اللي وقع هادشي كامل جا من ورا ديك 4 شهور اللي كنا درنا فاش كنا دوينا على البي ام دي وعلى الروينه اللي كانت وقعات، والمغاربه كاملين عاشوا معنا داك الفيلم، الناس كامل اللي متبعينا فهموا لي استوار وفاهمينها مزيان. ودابا راه درنا خدمتنا الوزاره تحت الدين بن سعيد اللي هو دابا مكلف بهادشي، حنا كنتسناو يديروا الخدمه باش يديروا الديجيتاليزاسيون، ونبقاو حنايا خاصنا حتى شي واحد ندويو معاه، كندويو مع الروبوات، حنا في زمن التكنولوجيا ندويو مع الروبوات ما بغيناش ندويو مع بنادم. دونك داكشي علاش هاد الحرب كاملة كيحلموا وحيد وبن سعيد باش يرجعوا السيلو الورقة اللي ما تحلموش بها، صافي مشى داكشي تقبلوا الواقع.
طوطو مشدود السب الشاش من القدف خاشي اللي شال حشيش هادشي كامل علاش حيت الدري دوا على البي ام دي دوا على الفلوس اللي كياخذهم بنادم ارتيست قديم باقي ما كيخرج والو كيخلص السب والشش مول القدف وقال لك حقا حشيش طلعش خسر الهضره في سان بوبليك دابا السؤال في هادشي هو علاش بنادم ما دواش وما نوضش هاد القرباله فاش كان بيك كيطلع في موازين المهم كاع احترام البيك البيك راه واحد لاشيس عطى بزاف والكرام ماشي المشكل مع البيك حنا كندوا باللوجيك دابا علاش البيك ملي طلع الموازين بلا ما نبدا نخسر في الهضره راه السيد راه طلع الموازين سامبل طلع الموازين عيالاش كبار و راك عارف الاول والثاني والثالث مزز الفوق والرابع طن وتخسر الهضره وتا واحد ما جدو حاجب كان كيطلع سكران ماو العيالات كبار كيضحكوا عاجبهم الحال والدوله عاجبه الحال وتا واحد ما دوى عليه غينوض واحد جان تقاتل دار كلشي من والو وصلش العيبات اللي زوينين غينوض كلشي غيدور ليه غيبداو يجبدوا لي هادشي بالقانون زعما دابا المشكل في هادشي هو القانون واش ما كيطبقش على كلشي قانون غيطبق عليك اي لا دار لك كلشي عاد باش غيطبق عليك ما يطبقش في اي ما يطبقش في اي كعادي في يومين في ظرف يومين ناضوا بزاف ديال لي زارتيست قدام عدوا بكالي فلان فلان كيحطوا بلانات بالدر كلشي تجمع فوق اي شي وحده سبحان الله وهادشي كامل بدا فاش الدري بدا كيدوى على البي ام دي وما قال والو وشوف ما نكذبوش على راسنا شي شطا قال واحد الهضره اللي شتها شحال من واحد ما كيزعمش يقولها فهمتيني ديال الاب تشوش لي جون في هاد البلاد كيتقاتلوا كيديروا كلشي من والو عندهم دي شيفر الناس كيتمزكوا ليهم وما كيشدوا والو من بي ام دي ولا العيبات وكاين واحد سيفينيتو مكحله ابار هو كاين بزاف الناس اللي لحد الان مع اخر ديسك خرجوه شي 10 سنين وباقي بنادم كيشد الفلوس ودير فيلا شي واحد جان دوا على هاد البلان هذا صافي غيدور ليه الحبس كلشي غيولي ضده والمقود شناهي هو راه ميم صاحبي ما كتلقاش حتى الناس صاحبي اللي كيسمعوا الراب مغربي واللي كيسبورتي ولا جان في هاد البلاد ما كيدويوش بلا ما ندوي على الرواب رواب بلا ما ندوي عليهم رواب رواب راه كلشي عارف كلشي فهمتيني عشيري راك كنعرفك مزيان راك معايا وراني معاك وطرا شي حاجه انا معاك ما كنعرفكش ولا حساسيه ولا طاري شي مشكل مش حال هادي غنشفافك المهم هذا موضوع اخر دابا كتشوف هاد الشيء شنو كتقول مع راسك الا كنتي كدير مزيكا كتقول مع راسك ملي كنشوف هاد الشيء خاصني نحنا الراس وندير مزيكا ونسكت ونبقى مقابل يو دابا هاد البلان هذا كامل اللي طاري على باش نوصلوا لهاد النقطه هادي ديال السلام عليكم صاحبي كدير مزيكا دير مزيكا ولبد سكت بقى مقابل يوتيوب وسكت المهم لا حول ولا قوه الا بالله وهادشي اللي كاين ما بقيتش بان ندوي بزاف الله يدير شي تاول طاع يخرجوا من المحنه ونزرع معانا ان شاء الله نهار الجمعه والله الوقت زيان في هاد البلاد هادي شي اللي نقول شحال من واحد انا كنعقل على راسي باقي صغير حضرت لي سيرسين بلا ما نذكروا الاسماء بيك طلع سيرسين كنعقل كنت صغير سمعت القواده سمعت تخسر الهضره اوكي شنو زعما داك دايز بجغمد الماء كلشي داير طوطو دابا طوطو واحد الكبش ديال الفداء فهمتيني لا حقا طوطو خسر الهضره سيرسان لا التشهير لا التحريض على التحريض على المخدرات ما كاينش اللي تحرض على المخدرات راه حومتي فيها سته ديال البزناسه الا كنتي مبلي غتحير ما تعرفش منين تشري سته ديال البزناسه وكل بزناس عنده كاليتيات ها الكرامات ها الخرامات ها الكانات ها اش غاتكني اش
اش هاد النفاق الاجتماعي بهاد الدرتونين على انا بدا ما تنكميش الحشيش انا ما تنكميش الحشيش ولكن راه هادشي راه ما ولا طوطو هضر على شي بعضين قال له فلان وشي وحدين اصاحبي انايا ما فهمتش انا شي وحدين ما انا خفت نجبد سميتو متشد ما عنديش باش ندير محامي شي سميات ما فهمتش انايا بالرجوله واش بنادم ديال امو طوطو تيشي فريتي يضرب مات فين في الانترناسيونال خدام الدري على راسو وحدين تيشدو كتر منه في بنديه وحدين تي من حقو يهضر حيت مكاينش لي يهضر عليك لما درتيش على راسك مكاينش لي يهضر عليك يلاه هما يصيفطو للحبس شد العاب وعاوتاني واحد الحاجه ما كنفهمهاش الا دوك الناس اللي كبر منا اللي حنا كنحتارموهم كنحتارمو داكشي اللي داروا فواحد الوقت واخا عادي والدينا سمعوا ليهم ما كنهضرش غير مغني المشكل انا هادشي داخل فيه صحفيين سياسيين بزاف الناس نضل طاطو علاش دار علاش قال علاش ما فهمتش انا هاد الحقد هذا بحال طوطو زعما راه جاي من نيجيريا بزاف د الارتيست جاو للمغرب ما خلاو ما داروا ما خلاو ما قالوا وتيمشيو بحال ما وقع والو الدري اللي ود البلاد واللي حتى هو بادي من والو ونضوا لي هاد النوضه ديال ولاد ما فهمتش والله ما فهمتش هاد الصراع اللي بين الشباب وبين هاد الشراف بقاش غيسالي حيت قديم حيت ماشي اليوم عاد زاد هادشي قديم من شحال من نهار بدا الراب وكاين هاد المشكل كنعقل واحد كان واحد الفيستيفال كانت واحد السين صغير ورا في بوزنيغا تنعقل ومشينا فرحانين لابسين لي بوب وطلعنا واحد خونا هو يدفع لنا الضو خدنا في العمالة قالك الضو كيجي غالي ولا كنتي انت اخويا عندك 60 70 عام 80 عام وعندك مشكل مع الراب حيت ما كتفهموش وكتقول الراب ماشي فنانة الراب ماشي فن الرابر عنده بطاقة فنان ما تعرف بها وزارة الثقافة واش كتقول بلي وزارة الثقافة كتخربق كتعطي ديك البطاقة فنان لأي واحد ما اخويا ما فهمتش والله ما فهمت شي حوايج شي بدا هاد المغرب هذا والله ما تعيات فهم ما تفهمش شي حاجة واش الملك الله ينصر سيدنا حيت هو اللي دار بزاف د الحوايج اللي خلاونا حنا بعدا كروابا كنحسو براسنا كاينين اما شحال هادي كنا مهمشين كنا بحال شي ماكشي بحال شي حمق فهمتي كتبغي يهضر في الخوا طايح عليك السلسلة وكتبغي يهضر وصافي يو وصاب الدراري بغيت ندويها في واحد البلان مع يلا شفتو فريمون داكشي اللي طاري لطوطو خونا طوطو مالغري داكشي كاع اللي طاري فهمتي داكشي عادي اش كتقوى هضره كيخصنا نوقفو مع بعضياتنا بالرجوله اللي يدير له شي ولد الخير والحكومه ولا ما عارف الوزاره رخفوا على الدري شويه الدراري وحاولوا تعاونوا الناس اللي فريمون تيهزوا بالبلاد للفوق وجو بونس انا من الراي ديالي راه ما دار حتى شي لعبه فريه فهمتي قال داكشي اللي فري كاين علاش تخبعوا شي لعيبه اللي فري كاينه وكما قال حنا جوج ديال الجينيريشن شتو كاينين حنا وكاينين الناس اللي قدام السو القدام ما غاديش يفهموا لارغو باش كنهضروا واللعيبات ولا يدير لك شي تاولد الخير بروسكي وغانغان كيشوف الدراري سيبورتيو الدراري البلان انا بالرجوله ما عارفش البلان المشكل شنو هو بالضبط شنو هو زعما المشكل بالضبط اللي كاين ولكن اللي بغيت نقول هو راه داروا مقود ما هذا الشيء فهمتي علاش ما تدوي علاش تساعد المجرد مثلا ما تديروش عليه هاد الروينه الناس المغنيين زعما المغنيين اللي تيغنيو داك الشيء ديالهم الله يسهل عليهم علاش زعما على الروابط زعما انا بان لي شكون داك الممثل اللي تيعجبنا رفيق بوبكر ياك رفيق بوبكر دار ما قود راه دخل في اللعيبات شحال من واحد دار لعيبات مقاودين وما دويتوش فهمتي دوزتو سهل كدري دوا على كدا وهز الدرابو د البلاد ماشي على حريه التعبير خاص ديروا ميزاجور ما عرفتش طاريه شي لعيبه ما انا ما فاهمهاش حتى واحد ما فاهم العفو